بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية راغبين في أداء فريضة الحج وتنظيم أمسية قصصية بقاعة المؤتمرات بالأعلى للثقافة. ده غير الماتشات اللي هتتلعب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وكمان ماتشات الدوري الإنجليزي والأسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التضامن الاجتماعي هتفتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، وهيستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو اللي جاي. كمان النهاردة المجلس الأعلى للثقافة هينظم أمسية قصصية الساعة 9 بالليل بقاعة المؤتمرات بالمجلس، هيشارك فيها كل من أسامة جاد والدكتورة سحر سامي وعمر الشامي. لعشاق كرة القدم موعدهم النهاردة مع لقاءات الإياب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية. الساعة 3 العصر هيلتقي بيراميدز مع مازيمبي، وفي منتصف الليل هيلتقي المصري مع نهضة بركان. عشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع عدد من المباريات القوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة، هيلتقي بيرنلي مع ولفرهامبتون الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي تشيلسي مع ويست هام وبرايتون مع ساوثهامبتون، والساعة 5:30 قمة الجولة اللي هتجمع ما بين ليفربول وإيفرتون. في الدوري الأسباني هتتلعب النهاردة المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر المسابقة اللي هتجمع ما بين برشلونة ورايو فاليكانوا الساعة 9 بالليل.